علاقه التونسي بالتونسي فما فيها مصلحه وفما فيها استغلال. التونسي الظروف تلزه باش يعمل هكاك. التونسي يعاني من الفقر، يعاني من البطاله، يعاني من سوء الاحوال الماديه، اش يعمل مسكين؟ يلزم يكون مصلحجي ويقضي شورى بالعباد، والحكايه ذيك تولي عاديه عند الناس، هذيك المشكله ولات عاديه عند الناس. ثم ناس استغلاليه صحيح، يستغل صاحبه فهمت في حاجه فهمت باش يستغلوا باش ينحيلوا كل حاجه هذيك وبعد يبعد عليه. هذاك الاستغلال مش كل، ثم نسبه صغيره صحيح. الاستغلالي اللي راه فيها انا توا هما في معناتها اللي عندهم الاحوان وكل حاجه هذوك هم الاستغلالي. اما معناتها انسان ما يستغل صاحبه ما عنده علاش يستغله كيف وكيف. فما برشا خدموا مخاخ، 40% خدموا في مخاخ. ثم الناس بالحق يعني تستغل الانسان على جلب مصلحه، وهذه علاقات اجتماعيه موجوده يعني. ثم شكون يستغل على الفلوس، ثم شكون يستغل على ورقه على خدمه على موجوده هذه. ثم شكون زاد يعود عنده حتى على سيجار ويستغلك، راه يعود عنده باكو دخان ويسلب كي سيجار. يعني حاجه عاديه عند التونسي هذه، مش غريب عليه. بالضبط اي طلاب بامور استحباب وبامور اخويه عادي، اما وانه يكون عنده ويستغلك زاد ما تجيش مش معقول. كتكثر اي، وهذه موجوده يعني موجوده في تونس. لا مش يخدم مخه، يحب يوصل مين يخدم مش مخه. يستعمل الطرق الكل باش يوصل. اي حب، لا مش الطرق الكل، لا لا يحب يوصل بذراعه، يحب يوصل يكون، يحب يخدم على روحه. هذاك الدنيا صعبت والدنيا تعمل دونك الناس كلها شيطانها في جيبها، فمتى هيك خوك انت خوك تو يحسبها معك حساب وبعدك شو مغطى يقولك واحد. فهمتني حكاية في 3% اللي استغلاليين، الناس كلها في بعضنا روا، مش أنا نحكم حتى على روحي أنا، يعني مصلحتي أنا نرمي روحي، ما نكذبش عليك في مصلحتي أنا وراسي كنتي ما فماش، أموري خمسة زيت، أنا خويا خلص ورقة متاع ضو، فهمت قلت له كل مرة تخلص واحد، أنا جاتني 32 هو جاتني 32 جاتني 29 قال لي تعطيني الفاريسيون معناها متاع 3000 ولا 4000، اش تحكي لي أنت مش ان شاء الله ربي ماشي على السلامة. الظاهرة هذه معناها قاعدة تتفشى برشا. بالطبيعة. ما عادش يا اخي تشوف كيفاش الدنيا كلها صعبت، دونك كل واحد شيطانه في جيبه، حتى واحد من ما تقعدش تقول لاخويا لا عمي لا ولد عمي، نلقى مصلحتي انا سي بون. موجودة بكثرة زاد، فهمت؟ عباد تستغل في بعضها برشا. أخلاقنا فهمت مشت الكل. ما عادش فما معناها. هاي ما عادش ثم كثيقة، ما عادش ثم كنية تتعامل العباد بحسن نية فهمتني. ما عاد شكل الضوابط والنواميس الاخلاقيه اللي عشنا بها قبل، القناعه واللي يعمل لك مزيه حتى فوق راسك، لكن سانون بيش رغم ذلك ان ثم في تونس ومازالت وفره كبيره، ثم رجال تعمل عليهم وثم رجال يعملوا مزيه وثم رجال ما عندهمش صبايع هذيه، لكن الاغلبيه الساحقه والشباب هذاي بتاع لهم برجر وبتاع كذا كذا طالع مسطح التفكير وكذا، يعني ثم حتى الالفاظ جديده، انت تصرفات جديده ماهيش تابعه لدين ولا تابعه نواميس اخلاقيه ولا تابعه ضوابط، وبالتالي اذا كان تلقي حالك هذه راهي عاديه جدا. لقمه بارده كما نقول، موش يعني هو يعني يحب كها سهله وكها ويحب حاجه سهله عجبته والحكايه تبانينها يوصل في الخط. فشيت برشا خاصة بين الشباب. اي بيان سور، زاد الشباب بطال، ما عذروه زاد. شوف احنا قريدة وتخرجنا وبقينا في الشوماج وفهمني، موجودة هذي. الشباب زاد مسكين معذور. التونسي كما قلت معناتها طيب في طبعه. لكن ساعات الظروف هي تغير فيه شوي. اما معناتها مش للحد الميشونستي، فما الاستغلال موجود ومش ناس كل، الاغلبيه باهين تونسي. في شنو كيما شنو اعطينا امثله على الاستغلال، كيفاش يستغل التونسي صاحبه ولا زميله ولا؟ يستغلوا في خدمه، يستغل فما الحسد زاد شويه، فما معناتها يخيب روحه عداها عليه. والتونسي الباهي حتى كي عليه يحسب روحه غبي شويه باش ما يحرش الناس برشا. فعلا موجود العمليه هذه، خاطر التوانسه هما أكثريتهم توجدوا هنا في تونس، تلقاه حتى الرجل الكبير الشيباني ما يكلمك إلا فيه مصلحة من وراك، ما يشوفكش بالمستعد، يقول لك نتعامل معك بصدقة، خاطر ما ثماش خوف من ربي. تو كان خوف من المصالح. يلوجوا على المصالح، وقت اللي يلقوا مصلحتهم تمشي مورهم لاباس، هذيك هي، هذاك من التوانسة تو. الظاهرة هذه ولات برشا في المجتمع. الظاهرة هذه توجدت كان في تونس راهو. في تونس العاصمة؟ لا في تونس بصفة عامة، وتوجدت شوي في ليبيا.
خاطر توك تشوف الجزائر جارتنا تجيري كي تخلط الراجل تخلط تجيري تخلطوا راجل اسمه راجل توانس الله يهديهم يزقزقوا شويه وربي يهديهم ويصلح حالهم ان شاء الله وربي يثبتهم على خاطر التوانس اللي قدام ما كانوش هكا توا الشباب توا ربي يهديه حقيقي. كيفاش اعطينا امثله مثال كيفاش يستغل ولا مصلحته يخدم مصلحته كيفاش توا نعطيك مثال في العرس العرسات ما يا تكون الطفله تعرف الرجل هذاك لاباس عليه تحب تستغل ظرفه والا الرجل يعرفها لاباس عليها يحب ياخذها باش هو يستغل الظرف نتاعها ما ثماش حب حقيقي ما يوجدش الحب توا الحب اللي موجود في تونس الاكثريه اللي موجود في تونس حب الماده حب المصالح ثم مصلحه يمشوا فيها ما ثماش مصلحه ما يمشوش فيها فهمت هذه كي حتى الصحبه حتى الصداقه لا صداقه قليله صداقه قليله يا سخلص صداقه باش تعرف صاحبك يلزمك تجرب وقت الشده تعرفوا صديق ولا مش صديق ولا المراه نفس العمليه ما لقيتوش وقت الشده راهو زايد الحديث خاطر ثم تجربه يلزم البشر في حياته يعمل تجارب باش ينجم يعرف صاحبه من عدوه فهمتوا هذيك هي العمليه ربي يهديهم ويصلح حالهم ان شاء الله التوانسه نحن ماذا بينا تونس يكونوا معناها يكونوا ناس طيبين